الآن أبنائي سوف نأتي إلى الموافقات في زاد، ونتابع بين كلمة الموافقات والمساواة، كلمتان مختلفتان جدا. إذن لننطلق. لاحظوا، قال تعريف عندنا، قال آن عدد طبيعي غير معدوم، يجب أن يكون هذا آن عدد طبيعي، يعني ينتمي آن، يعني نتابع نقول آن ينتمي إلى آن النجمة، يعني طبيعي غير معدوم. معناه آن هذا له الحق أن ينطلق من واحد، يعني أكبر أو يساوي واحد. القول أن عددين صحيحين، العدد الصحيح اللي هي السالبة والموجبة، آ و ب متوافقان بترديد آن، يعني أن آ و ب، لاحظوا، لهما نفس الباقي في القسمة على آن. ركزوا، أعطيكم مثال بسيط. لو نأتي الآن إلى 27، لاحظوا، لو نقسمها على 5 كم نجد؟ نجد 5 والباقي 2. لاحظوا، نقطة نقطة. كيف تقرأ هذه؟ نقرأ نقول 5 و 27 توافق كم؟ ها هو باقي كم؟ 2 بترديد 5. هذا هو الآن، حتى تفهموا. نأتي الآن إلى مثلا إلى 22، 22 لو نقسمها كذلك على 5 كم؟ نجد 4 والباقي 2. فنقول ماذا؟ فنقول 22 توافق 2 بترديد 5. انظروا الآن إلى هذا الباقي وهذا الباقي، لهما نفس الباقي. إذن نقول أن آن آ و ب متوافقان بترديد آن، هذا الذي يكون هنا بين هذين الرمزين، نقول أنه يوافق، يعني أن آ و ب لهما نفس الباقي في القسمة على آن. ما معناه؟ يمكن أن نكتب 27 يوافق 22 بترديد 5، أو كتابة أخرى نقول كذلك 22 يوافق 27 بترديد 5. وهذه الأعداد هي أعداد قلت صحيحة، فيها السالب وفيها الموجب، وتقرأ مثل ما قال، تقرأ آ يوافق ب بترديد آن. لاحظوا نقطة نقطة أبنائي، هذه فيما يخص هذا التعريف. نأتي الآن إلى أمثلة. لاحظوا، ها هو يوجد لنا أمثلة، أن 27 يوافق ماذا؟ 92 بترديد 5. ما معنى؟ معناه لو نقسم 27 على 5 نجد الباقي 2. يقول أحدكم كيف يحسب بالآلة الحاسبة يا أستاذ؟ نكتب هكذا 27 تقسيم 5، نجد هنا 5 فاصل أعداد، نأخذ على الأقل عددين وراء الفاصل ونكتب 0 فاصل تلك الأعدادين، نضربهم في 5 ونقرب، سوف نجده إلى مثل ما مثالنا هذا، مثلا الذي وجدناه 2، نجد مثلا لما نحسب بالآلة الحاسبة 1 98، نقرب ذلك إلى ماذا؟ إلى 2، لكن هذا الأمر يحدث في المسودة، نحن يعني مطالبون أن نعطي الباقي فقط. عندنا كذلك أبنائي لو نقسم 92 على 5 نجد الباقي 2، بما أن لهما نفس الباقي فهما متوافقان، 12 مع 34 كذلك متوافقان بترديد 11، لأن ماذا؟ لو نقسم 12 على 11 الباقي 1، 34 لو نقسمه على 11 تعطينا 33 الباقي 1. كل هذه حتى الأعداد السالبة، انظروا هذه الأعداد السالبة كذلك، ناقص 20 توافق ماذا؟ توافق 1 بترديد ماذا؟ بترديد 7. عندنا كذلك ناقص 59 يوافق ناقص 3 بترديد ماذا؟ بترديد 8. لكن هنا كملاحظة مهمة، لا يمكن أن نقول على هذا العدد إنه باقي. لماذا أبنائي؟ لأن الباقي عددا موجب بهذه البساطة. عندنا كذلك أبنائي لاحظوا جيدا، ملاحظات مهمة، قال من أجل كل عدد صحيح، صحيح يعني الموجب والسالب، فإن ماذا؟ فإن إكس يوافق صفر بترديد ماذا؟ بترديد 1. لماذا؟ لأن يا أبنائي كل عدد نقسمه على 1 كم يعطينا الباقي؟ لو نقسم 9 على 1 الباقي كم؟ الباقي 0، إذا هنا 0، هذا 0. ترميز آخر يمكن أن نجده في بعض الكتب، تكتب هكذا آ يوافق ب، ولكن هنا في مكان هذه الرمزين نضع قوسين هكذا فقط يا أبنائي.
نأتي بعدها الآن أبنائي إلى هذه المبرهنة. لاحظوا ماذا تقول هذه المبرهنة. قال أو بعددان صحيحان، وآن دائما عدد طبيعي غير معدوم. لماذا يا أبنائي يقول أحدكم؟ لماذا يقول غير معدوم؟ لأن لا يمكن أن نقسم خمسة على صفر، هذه غير موجودة في الرياضيات. الآن أ و ب لهما نفس الباقي في القسمة الإقليدية. الآن معناه إذا كان عندنا، لاحظوا، أ يوافق ب بترديد، مثلا بترديد أن، حيث أن قلنا عدد طبيعي غير معدوم، يكون إذا لاحظوا لهما نفس الباقي عندنا شرط. متى نتحقق من أن لهما نفس الباقي أو متوافقان؟ إذا أعطيت لنا، لاحظوا هذه العلاقة، أن إذا وافقت، إذا كان الفرق ما بين أ ناقل و ب مضاعف للعدد. ماذا؟ مضاعف للعدد أن. أعطيكم مثال بسيط. لما تحدثنا عن هذا المثال الذي هو 7 قلنا 20 يوافق ماذا؟ 22 بترديد 5. لو نجعل الفرق الآن، نقول 27 ناقص 22 كم أعطت لنا النتيجة؟ تعطي لنا كم يا أبنائي؟ تعطي لنا 5. إذن 5 يوافق ماذا؟ يوافق، لأنه 5 من مضاعفات 5، إنه من مضاعفات 5، 5 10 15 إلى 20 25، نعود إلى الأعداد الأخرى، ناقص 15 ناقص 10 هكذا، كذلك تبقى، لأن تصبح لنا هذا من مضاعفات الخمسة ليس من القواسم، إنها من مضاعفات. فنكتب هنا 5 يوافق 0 بترديد 5، أو كذلك يمكن أن نكتب 5 يوافق 5 بترديد 5، كل عدد يوافق نفسه بترديد. لاحظوا هنا يا أبنائي، إذن وها هي عندنا أمثلة. إذن قلت وأكرر، لمعرفة أن عددين يقبلان له متوافقان بالنسبة إلى عدد، نحسب الفرق بينهما. إذا وجدنا ذلك العدد لما نقسمه على الترديد فنجد، يعني بالآلة الحاسبة لا نجد الفاصلة، فنقول إنهما متوافقان لأنهم من مضاعفات العدد. ماذا؟ من المضاعفات العدد آن. وعندنا هنا يا أبنائي أمثلة، لاحظوا، قال من الترديدات الآتية أذكر الصحيحة والخاطئة. عندنا هنا بعض الترديدات سوف نتحدث، ها هما أمامكم. عندنا 26 يوافق، نجعل علامة استفهام، هل يوافق لنا 11 بترديد 5 أم لا؟ لأن قال أذكر الصحيحة والخاطئة. هنا ماذا قلنا؟ نقول 26 ناقص ماذا؟ 11. كم تساوي لنا يا أبنائي؟ إذا 26 ناقص 11 تساوي لنا 15. 15 هذا 15 لو نقسمه على 5 كم؟ 3 والباقي 0. فماذا يمكن أن نقول؟ نقول 15 من مضاعفات ماذا؟ من مضاعفات 5. إذا ماذا؟ إذا 26 يوافق ماذا؟ 11 بترديد 5، هكذا فقط. لو نأتي الآن أبنائي إلى المثال الذي يليه، والمثال الثاني، نلاحظ ناقص 32 ناقص 18 تساوي لنا كم؟ تساوي لنا ناقص 50. ناقص 50 من مضاعفات، لأنه هذا لو نقسمه على 5 يعطينا كم؟ عفوا، نقسمه على 10، اعذروني، نقسم قلت على 10 يعطينا ناقص 5 والباقي 0. فماذا يمكن أن نقول؟ ناقص 50 يوافق 0 بترديد 10. لماذا؟ لأن ناقص 50 من مضاعفات ماذا؟ من مضاعفات 10. إذن هذه صحيحة وهذه صحيحة، وأكملوا مع البقية. كيف؟ أبنائي كيف تكملون؟ أنه دائما ضعوا 478 ناقص 32، ولاحظوا إذا وجدتم العدد اقسموه بالآلة الحاسبة، إن وجدتم بالفاصلة فتكون خاطئة، إن وجدتم غير بالفاصلة يعني قيمة مضبوطة لا تجد الفاصلة فاعلموا أن الموافقة صحيحة بهذه البساطة. إذا ونكتب لما نجد مثلا 478 هنا، لما ننقص منها 32 هكذا، ونقول 18 ناقص 18 ناقص ناقص عفوا نعتذر 8 ناقص تصبح لنا هنا 6، وهنا 4، وهنا ماذا؟ وهنا 4. فماذا يمكن أن نقول يا أبنائي؟ نقسم هذه على 5. هو يظهر أنه لا يقبل القسمة على 5. لماذا؟ لأن الأعداد التي تقبل القسمة على 5، هذه كملاحظات عليكم أن تفهموها، الأعداد التي تقبل القسمة على 5 إذا كان عددها الفردي ماذا؟ عددها الفردي إما 0 إما 5، مهما كان عدد طويل. ننظر إلى هنا، إن كان 5
أو عدد طويل وننظر إلى الصفر. إن كانت أحاده صفر أو خمسة فهو يقبل القسمة لا جدال. الذي يقبل القسمة على اثنان ما هو؟ هو الأعداد الزوجية صفر التي يكون أحدها صفر، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية، هكذا. ثم الأعداد التي تقبل القسمة على ثلاثة يكون مجموع تلك كل الأعداد لذلك العدد من مضاعفات ماذا؟ من مضاعفات ثلاثة. هكذا وسوف نتحدث عن كل واحدة على حدة. معناه يمكنكم الآن تجريب مع كل هذه الأمثلة يا أبنائي، كل هذه الأمثلة. هو ها هي الطريقة كيف يمكننا تعيين ذلك. قال لي برهان على أن A يوافق B بترديد N، يمكن البرهان على أن الفرق A ناقص B مضاعف للعدد خمسة، أو البرهان على أن A و B لهما نفس الباقي في مثل ما تحدثنا في مثالنا هذا يا أبنائي، حتى تلاحظوا هنا لهما A و B متوافقان بترديد N، يعني أن A و B لهما نفس الباقي أو الفرق بينهما يعطينا عدد يقبل القسمة على الترديد اللي هو 5 أو N أو ما أشبه ذلك.